هاي جايز، كنت بدي كنت انا قاعدة عم بسوي داونلود لداتا. اوكي هلا اخلص. اوكي ويت يا جماعة. اوكي هلا سويت رن للكود، وكنت بدي اشوف، لانه في مرة حدا حكالي انه لما اللابتوب يكون محطوط على شو اسمه الشاحن، انا هلا شاحن لابتوبي كامل بس حطيته على الشاحن، وانا عم بشوف كيف اذا يعني راح يتسرع الماتلاب، لاني انا عم بسوي داونلود لهيوج هيوج هيوج اماونت اوف داتا، ف كنت بدي اشوف اذا بصير اسرع. فشوفوا كيف لما اطفي الكهرباء. هلا لابتوبي شلته عن الشاحن، شوفوا كيف السي بي يو بينزل لل 5%. في مرة سمعت الدكتور بالكلاس تبعنا بالكلاس بحكي انه لما مثلا احنا بنيجي بنحضر افلام اونلاين فور فري، صح؟ ومنكتشف انه السي بي يو تبع اللابتوب بصير يشتغل 100%، صح؟ هلا احنا بنفكر اوه عشان والله الفيلم هاي ديفينيشن ومدري ايش، بس انه لا، هاي بيكون في ناس قاعدة عم تستغل الهاردوير تبعنا، وقاعدة عم بتسوي داتا مايننج، لانه في اشي اسمه داتا مايننج. هلا انا ما بفهم له كتير، بس الفكرة انه الداتا مايننج بيعمل بيتكوين، and it needs a lot of energy. يعني مش أي حدا بيقدر يعمله. It takes time and energy, lots of power عشان يعملوا مثلا بيتكوين أو أشياء زي هيك. فبس كنت قاعدة عم بشوف يعني كيف الباور يوسج لما يكون اللابتوب محطوط على الكهرباء، وإذا هذا الشيء بيسرع العملية تبعت الماتلاب. فبس والله عندنا very high power usage. اوكي انا قاعدة عم بصور فيديو، فهاي بدأ يشتغل هذا الجرافيكال، ايش هاي جرافيكال، بعرفش، الجي بي يو، الديسك، في الميموري كمان. يا الله it's a huge amount of data عن جد.